اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج كلام موزون، معاكم سارة احمد في حلقه جديده ومختلفه. معانا ومعاكم شروق الهادي. اهلا بك يا شروق. اهلا وسهلا استاذه سارة. النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا، هنتكلم عن الاصدقاء وتاثيرهم في حياتنا، وكمان مش هنبدا بكده وبس، هنبدا الموضوع ان اي حد بيديك طاقه سلبيه لازم تبعد عنه تماما وما تقربلوش. لما هتاخد طاقه سلبيه من البيت ومن صحابك ومن كل مكان، يبقى ازاي هتنجح وازاي هتتقدم؟ لازم تدور على حلمك وتجري وراه. اي حد بيدعمك وبيديك طاقه ايجابيه قرب منه، ده بيبقى خايف عليك وعلى مصلحتك. ودلوقتي احنا هنسال شروق شويه اسئله كده وهنشوفها هتقول معانا ايه. ممكن تحكي لنا عن التجارب اللي مريتي بيها مع صحابك؟ ايه، انا مريت بتجارب في منها الكويس وفي منها المش كويس، بس المش كويس مغطي على الكويس، ف يعني مفيش حاجه يعني اللي هي يعني حاجه معينه ان احنا نرسى عليها. في ناس تبقى كويسه معاكي وفي الاخر بتعانوكي في ظهرك، وفي ناس يعني بتعتبريهم زي اخواتك مثلا وبعد كده يعني بتلاقيهم بشكل تاني. فدايما الغدر بيجي من اعز الناس ليكي، ودايما يعني ما بقتش اثق في الناس اللي حواليا من كتر اللي عملوه معايا، فما بقتش يعني لازم ادرس الانسان كويس قبل ما ابدا اتعامل معاه. احنا النهارده هنلعب لعبه مختلفه جدا. احنا جايبين لضيفتنا اللي منورونا طبعا، ربنا يخليكي استاذه سارة، ربنا يخليكي، جايبين لها بوكس اسئله. البوكس الاسئله ده هنسالها فيه شويه اسئله وهي هتجاوب من غير ما تعرف الاسئله ايه هي. جاهزه؟ اه. هنفتح البوكس اهو. ده اسمه الصندوق الاسود، يعني اللي هو فيه كل الخبايا السوداء. انا هفتح لك وهختار عشوائي. اول سؤال معايا، اتعلمتي ايه من اخطائك؟ ده اول سؤال. اتعلمت من اخطائي اللي هو يعني ان هو من المؤسف انك تبحثي عن الصديق الكويس في عصر الخيانه اللي احنا فيه حاليا، وان الاصدقاء يعني مش كلهم اللي هم بيبقوا كويسين معاكي، وبدون اللي هم دايما بيبقوا يعني بسبب يعني في اصدقاء بيصاحبوكي بسبب المصالح، وفي ناس بتبقى بصاحبوكي لشخصيتك عموما ليكي لنفسك، في ناس بتبقى كويسه اللي هي بتنصحك اللي هو بتبقى عايزاكي تطلعي خطوه لقدام، ان انت تبقي شخصيه كويسه تبقي حاجه في المجتمع، وفي ناس بترجعك لورا. فلازم خلال واصلا المفروض ان احنا يعني نبقى يعني ما نامنش لاي حد بسهوله، ناخد شويه تأني، مش اي حد نحكي له اي حاجه، مش اي حد اقول عليه اختي او اخويا او مش قصدي ان بمعنى ان ايه، مش عايزه اي حد نتدلق عليه. يعني لما تحسي بتدي للناس اهتمام اكبر من اللازم، بتحس ان هم بيفتكروك انك ضعيفه، مش عارفه انت ليه كده. لا، لازم كل حاجه بتأني. بيقولك خير الامور الوسط، يعني ما ولا ابقى حلو ولا ابقى كويسه قوي ولا ابقى وحشه قوي، ابقى في النص يعني. تمام، ما احنا بنمر بالحلو وبالوحش، ودايما الدنيا يعني بتعلمنا، احنا لازم نتعلم من اخطائنا عشان نعرف بعد كده نتوجه لايه. يعني هنشوف السؤال التاني. السؤال التاني، ما هو اصعب موقف مريتي بيه؟ لما لقيت اقرب الناس ليا يعني بتعانوني في ظهري، وكنت يعني وكنت دايما اظن ان الصديق اللي هو الوفي اللي هو الصديق صديق الوقت، يعني دايما اللي هو صديق اللي هو دايما وقت الضيق يعني بيبقى موجود وبيبقى جنبك وكده، بس طبعا اكتشفت في الاخر ان هو سبب الضيق اللي في حياتنا، يعني هو الصديق مش كويس. والله الواحد ما بقاش عارف يامن لمين في الدنيا دي، يعني كله بيلعب من كله. وصدق المثل اللي قال اني صاحبك لو لقيته مع عدوك يبقى هما الاثنين اعدائك، واحد في الخفة وواحد في العلن. صح. نشوف السؤال الثالث. ما هو الرقم اللي ليه ذكرى في حياتك؟ الذكرى في حياتي ما فيش، هي يعني هو 13 واحد. ليه بيمثل لك ايه الرقم ده؟ الرقم دوت غالي عليا جدا، لانه طبعا هي ده تاريخ ميلاد امي اللي هي اغلى حاجه في حياتي. ربنا يخليها لك يا رب، ويخلينا كل امهاتنا. وطبعا التاريخ دوت غالي عندي جدا.
والله الواحد بيبقى عايز يدي للناس اكبر من يعني من الحاجه اللي هو شايفها له، بيبقى نفسه يدي حاجات اكتر ويديهم الحب والحنان، بس الناس بتثبت لنا عكس كده بكتير. هو مش كل الناس، عشان ما نقولش ان هو في طبعا الحلو وفي الوحش، بس معظم الناس بتبقى بتحطنا في موقف ان خلاص ما بقيناش عارفين نشوف حاجه، يعني الوحش غطى على الحلو، فبقيتي طبعا طبيعي بتتعاملي مع كل الناس على نفس النمط، انك خايفه تامني لهم، خايفه تقعدي تتكلمي معاهم، انت بتتكلمي والكلام بيطلع، وبالذات بقى لو قلت لها سرك في بير تلاقي البير مليان صحاب. الجامعه كلها عرفت، البيت كله عرف، كل الاماكن. هنشوف السؤال التالت، جاهزه؟ ما هي اغلى امنيه عندك ونفسك تحققيها؟ طبعا ان اجتهد في دراستي، وبعديها طبعا اكون شاطره في نشاطي العملي، وان ابقى حاجه كويسه اكيد طبعا، اللي هو بس اعمل حاجه كويسه يعني. ان شاء الله باذن الله كلنا نحقق كل اللي احنا بنتمناه. الواحد دايما بيدور على انه يوصل لحلمه، فعشان يساعد حلمه ويوصل لحلمه لازم يبقى فيه عوامل تساعده، على اقل ابسط العوامل ان يكون جنب حد بيدعمه، بيديله بوست انرجي، بيخلي يعني حاجه تزقه لقدام، تزقه للحياه اللي جايه، ما يبقاش كله ضغط عليه، فكده بالتالي مش هيلاقي حاجه تساعده. وطبعا كلنا بيبقى نفسنا ان احنا نبقى سعداء في حياتنا، ماشيين الحياه ابسط من ما نتخيل، احنا اللي مصعبينها وعاملين مشاكل لنفسنا وعاملين حاجات. لازم الواحد يعرف يختار صح في كل حاجة، صحاب، صديقك، في كل حاجة لازم تختارها صح. هنشوف السؤال الخامس ولا الكام، جاهزة؟ سنة 2021 بدأت معاكي ازاي؟ السؤال ده والله هي بدأت كويسة الحمد لله، يعني كلهم فضل رب فضل ربنا سبحانه وتعالى. كانت كويسه جدا، وان شاء الله يعني ان شاء الله تبقى اخرتها خير برضو ان شاء الله. ظهرت في حياتي حاجات كويسه جدا، مش لازم ان انا احكيها، بس طبعا انا عارفه في حاجات اثرت فيكي، يعني اثرت فيكي بشكل جاد في 2021. في حاجات كتير فرحتني طبعا ما اقدرش انساها، تواريخ معينه كده طبعا ما اقدرش انساها، بس انا عارفاها يعني، عارفه ايه هي الحاجه وكده، بس انا ما ينفعش اتكلم فيها يعني. ليه؟ احنا عايزين نعرف اكتر. هي لسه بادئه يعني، ما فيش جديد يعني، ما فيش كتير حاجات كتيره يعني، بس هي بدات كويسه يعني الحمد لله. ان شاء الله تبقى خير عليكي يا رب باذن الله، وتحققي كل اللي بتتمنيه ان شاء الله. انت المفروض البني ادم علشان يختار صحابه لازم يبقى فيه ثلاث حاجات اساسيه، انه يكون صاحبك صادق معاك، ما يكونش بيكذب عليك، يكون بيخاف عليك. بالعكس بقى، صاحبك في صاحب صادق، بس ما يبقاش صادق في كل حاجه، يعني ما يبقاش عامل زي الصاحب اللي بيهز لك راسه هو، او عايز يرضيك باي حاجه. عايز يرضيك باي حاجه فايه، بيهز لك راسه، هنروح كده يبقى هنروح، هننام هنصحى. لا، ساعات لو انت خدت قرار غلط هو كده ما بيتحولش لصديقك خالص، هو بيتحول لعدوك، لانه ببساطة هو ما بيفكرش انت عايز تعمل ايه، هو بيدي ان هو عايز يبسطك باي حاجة، يعني باي حال هو عايز يبسطك، فما بيفكرش بقى التوابع اللي هتحصل ايا كان حلو او وحش، فهو مش عايز يزعلك. اما بقى الصاحب اللي على طول في ما بينك وما بينه جدال، هنروح الشارع ده؟ لا احنا نمشي من الشارع ده يا ابني، هو الشارع ده ولا حتى نفس الشارع اللي هو عايز يدخله، بس بيبقى هو كده عنادي، حتى مش معاك انت بس، هو عنادي مع كل الناس، فتلاقي بقى ان الحوار انتهى انك مشيت من الشارع ده الشارع ده وقطعت علاقتكم ببعض اصلا نهائي، ده ما تعرفوش يعني. وفي الصاحب التاني اللي هو بيبقى صادق معاك بقى في كل حاجه، بيخاف عليك، بيخاف على مشاعرك، ما بيحبش انك تزعله، يعني تديله حتى كلمه بسيطه، ان هو يعني بيبقى عارف انك بتعمل غلط، بس بيدور لك على اسباب بسيطه قوي عشان يقول لك تعبير بيها ما يجرحكش، لدرجه انه بيبقى بيدور على الفاظ وحاجات هو يعني خلاص هو مش عايز يجرحك، لدرجه ابسط من الامور. هل انت مريتي بقى بتجارب من دي، من صحاب دي؟ والله انا عديت بتجارب كتير، بس انا مش حابه احكيها يعني وكده،
لكن يعني صعب ان هي تتحكي يعني، يعني من اعز الناس أسوأ. ليا لاني كنت بعتبر يعني كنت بعتبر يعني كنت بعتبرها اختي بالظبط، لكن يعني القدر اشاء وغدرت بيا الحمد لله يعني، بس اكيد يعني اتعلمت وبتعلم اكيد ربنا يعوضك خير فالحمد لله يعني. هي جت من اقرب الناس ليا. هو ده يعلمك ايه يعني؟ انت كده خدتي درس في حياتك او وقفتي واقفه مع نفسك قلتي ان ده يعني خلاص بقى الموقف ده اثر فيا فوقفت واقفه، ولا كملتي وكاني ما حصلش حاجه وبتتعاملي بنفس النمط القديم؟ لا اكيد طبعا عملت وقفه للحوار، واكيد طبعا ان انا اخدت موقف وبعدت، ولازم ان انا اتعلمت من الموقف عشان ما اقعش في نفس الغلط تاني، لان احنا ما بنتعلمش ببلاش، الدنيا ما بتديناش دروس مجاني، فبالتالي فاحنا بنتعلم من غلطاتنا عشان ما نكررهاش تاني بس. فالحمد لله يعني ان انا اتعلمت من اخطائي وتمام يعني يا رب كلنا نكون نتعلم من اخطائنا ومحدش يغلط نفس الغلطه تاني ونعمل محدش كل يدي حاجه، لحد امان والله مفيش حد امان مفيش حد صادق في الدنيا دي، ويعمل كل حاجه بتأني وكل حاجه، وفعلا مفيش حد صادق الا اذا كان هو اثبت العكس. يعني احنا ما نديش لحد كل اللي عندنا الا لما نلاقي ان هو ادانا الحاجه اللي احنا عايزينها. بالظبط. انت شايفه ان الحياه بقت سهله يعني الموقف ده ما اثرش في نفسيتك؟ يعني في ناس بتقولك انا لو حصل لي حاجه معينه انا بموت وما اخرجش من البيت واقفل على نفسي وابقى انطوائيه، هل ده بيديكي مساحه انك تتكلمي مع الناس، ولا خلاص بقى خفتي من الناس وخدتي بقيتي انطوائيه ومش عايزه تتكلمي مع حد؟ لا اكيد طبعا مش هخاف كده، لكن اللي هو يعني هاخد حذري من اللي حواليا، لازم ادرسهم كويس، لازم ابقى بتعامل مع الشخص دوت ما مش من اول موقف بيني وبينه اقول ان دي اختي او ده اخويا، لازم اتعلم كويس ان الشخص ده قدامي ده ايه، هو ايه شخصيته، فمش هحكم على حد من اول مره او تاني مره او تالت مره، لان طبعا الصحاب بالمواقف مش بالكلام. او وصاحبك اللي يدعمك ويقف معاك في ضيقتك واللي هو تحس كده ان هو ملازمك، اما اذا كان بقى لو وقعت اللي في دقيقه يطلعك خطوه لقدام ما يرجعكش خطوه لورا، انما لو وقفت في دقيقه في بقى الصحاب اللي هم لو وقفت في دقيقه تلاقيهم عملوا ايه؟ يسيبك ويمشي، يقول لك خلاص ده بقى في دقيقه، انا كنت عارفه عشان المصلحه دي فالمصلحه دي راحت فخلاص انا كده ماليش كلام معاه ومعرفوش. اما الصاحب اللي هو بيفضل جنبك وعلى طول ده احنا بنعرفه طبعا، بيبان من مواقفه بيبان من اسلوبه. هل انت ناويه تعملي ايه بقى الفتره الجايه؟ يعني ناويه تتعاملي مع الناس على اساس ايه طبيعتك؟ ان انت بتقولي ان في ناس جرحتك كتير وفي ناس عملت معاكي مواقف انت كنت بتعتبريهم اخواتك، فهل انت دلوقتي هتتعاملي ازاي الفتره الجايه؟ تعامل بحذر اكيد يعني، هتعامل بحذر ان انا ابقى يعني واخده بالي من كل حاجه حواليا، مبقاش انسانه مغفله زي الاول اللي حصل او بيحصل، مش هثق في حد يعني، ما مش اي حد اثق فيها لدرجه ايه؟ واثقه فيها لدرجه اللي هو اختي يعني، اختي يعني ما فيش اكتر من اخت، فبس فلما طعنه جت منها فكانت حاجه صعبه عليا طبعا. اصعب حاجه في الدنيا غدر يعني الخيانه من الصاحب، يعني انت بتعتبرها اختك وفي الاخر الخيانه تيجي منها، فدي حاجه صعبه جدا يعني. ايوه اصعب حاجه اصلا في الدنيا ان الواحد يجي له الطعنه من حد كان واثق فيه او قريب منه لدرجه يعني حبيب، اختي اللي هي صاحبتي، بتبقى الطعنه كده تحس ان انت اتضربت في قلبك، فده اثر بالزبط. فيكي يعني؟ اكيد طبعا يعني اثر فيا جامد الحمد لله. الحمد لله ربنا يعني يعديها على خير ان شاء الله، وان شاء الله اللي جاي احسن. وطبعا في ناس حلوه كتير، احنا ما بنقولش ان الناس كلها وحشه. مش كله وحش طبعا، مش كله وحش وفي ناس حلوه كتير جدا، بس احنا يعني ببساطه كده بتبقى في ناس عايزه ببالك ان هي حبيبتك، بس هي ما فيش ان هي حبيبتك خالص دي. اصحاب المصالح كتير. والله كلهم اي يعني، انا اكتشفت ان اللي كانوا حواليا كانوا عشان مصلحتهم مش عشان شروق لشخصها، لا عشان مصلحتهم بس، وقت ما المصلحه اتفضت كله راح، مع المصلحه خلصت خلاص. ده بقى اللي هو الشخص ده الندل يعني بقى بالظبط، انت توصف ان شخص الندل شدع العين اندل 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 حلو والله، بس مش كل الناس اندل يعني، خلينا برضو عندنا حسن نيه يعني، عندنا حسن نيه ان مش كله نفس الحاجه، برضو في ناس كويسه. هي اختياراتنا بس اللي بتبقى غلط شويه يعني، احنا نحاسب على اختياراتنا الجايه بالظبط ونبقى احسن يعني، نشوف ان ده بالنسبه لنا يبقى احسن. انتوا خلوا بالكم برضو
من كل حاجه، يعني كل حاجه بالعقل وكل حاجه بالوسط. والله كل حاجه لما تتعمل بعقل وتأني ووسط بتبقى احسن بكتير من ان احنا بنبقى عاملينها كايه، انا بعمل كده وخلاص. لا، خلي عندك، وكل واحد عنده حلم هيحققه يمشي وراه ويسعى ليه، ويحاول يحط نفسه في الموقف، ما يجيش مثلا واحد ايه انا هفتح مشروع، واحد يقول له لا 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 يا عم كذا وكذا وكذا وكذا، هو اكيد بيبقى دارس الموضوع وعارف هيخسر هيكسب هيعمل، فما بيبقاش يحط نفسه في مواقف ان حد يحطه في السلبيه. لا، انت غامر وجرب مره واثنين وثلاثه. الحياه تجارب اصلا، احنا عايشين عشان نجرب، مش عايشين عشان نفضل واقفين مكاننا ومستنيين حد يزقنا. ما فيش حد هيزق، يعني لو انت ما اتحركتش من مكانك وقمت من على السرير محدش هيزق، لو ما قمتش من على القهوه هتفضل قاعد طول عمرك على القهوه. فايه، انت من نفسك في عزيمه وفي اصرار هتقوم وتتحرك، هتلاقي نفسك انك ايه خلاص وصلت. سلم سلم، يعني ما فيش حد بيطلع مره واحده، وما فيش حد بياخد كل حاجه مره واحده. ما انت مش ضامن ظروف اللي قدامك، يعني بيبقى في واحد قدامك انت مش ضامن ظروفه، بتحسديه تقول يا ده معاه فلوس كتير، يا ده عنده شركه، انت ما تعرفيش هو ضيع وقت، عمل ايه، تعب ازاي، مجهود، عمل كل حاجه عشان يوصل للنقطه دي وبعد كده ارتاح. انما انت هتيجي عايزه تبقي نايمه وتقولي يا يا رب اديني، طب هيديك ازاي وانت نايمه؟ بس يعني لازم احنا يبقى عندنا شويه اصرار وعزيمه، ولازم نخلي بالنا من بعض. والله يا جماعه ما في حاجه مستاهله، ولا خناق ولا زعيق، هي الحياه بنعيشها مره واحده بس. تخيل اليوم اللي بيعدي بيتحسب من عمرك، ما بيجيش تاني خلاص. انت بتعد يعني اليوم، الساعه اللي راحت بتعدها من عمرك. هل نتخانق ونضرب بعض وده بقى يزعق ومشاكل وده مين مع مين، خلاص على ايه؟ ما بقاش في حاجه مستاهله. نفكر بقى في مستقبلنا، نفكر في حاجه هتفيدنا في اللي جاي. وانت دلوقتي بتفكري يعني تعملي ايه؟ يعني الدنيا ماشيه ازاي من ناحيه ايه بالظبط؟ كل حاجه. يعني انت شايفه ان انك تمشي ورا الناس اللي بيدوكي طاقه سلبيه ولا طاقه ايجابيه؟ اكيد طبعا لا، همشي ورا اللي بيدوني طاقه ايجابيه، علشان يعني زي ما قلت لحضرتك اطلع خطوه لقدام، ما ارجعش لورا، لان طبعا اللي بيديني طاقه سلبيه فانا هرجع لورا فهقف مكاني مش هعمل حاجه، لكن اللي بيديني طاقه ايجابيه فانا يعني هشتغل على نفسي وهعمل اللي انا عاوزاه وهبقى يعني هبقى كويسه، هعمل كل اللي يعني اللي هو الحاجات اللي توصلني ان انا ابقى انسانه ناجحه في المجتمع. بس ان شاء الله كلنا نبقى ناجحين وكلنا نحقق كل اللي بنتمناه ان شاء الله. بس يعني الواحد بيبقى عايش شويه مصابره وجهد وتعب في الاول في اي حاجه. اكيد طبعا، أكيد. يعني ما فيش حاجه بتيجي بالسهل، مفيش حاجه بتيجي بالسهل. انت جت انت في حاجه جت معاكي بالسهل؟ لا طبعا، إيه؟ لا خالص، يعني حتى يعني حتى كل حاجه يعني هنبتديها كده من الاول. المذاكره محتاجه انك تذاكري عشان تطلعي، يعني حتى لو هتنجحي بس ما بقولش تقدير، كل حاجه محتاجه مجهود. فاحنا نوظف وقتنا، احنا بنضيع وقت كتير قوي في حاجات فاضيه، يعني 24 ساعه بيعدوا تبص تقول اصل انا ما عنديش وقت. طب ال 24 ساعه اللي عدوا دول طرف ايه؟ هتقرا كتاب جديد، هتعمل حاجه جديده، تتثقف، تعرف ايه الجديد لو انت مش هتعمل حاجه، يعني تشوف الدنيا ماشيه ازاي. انما مش 24 ساعه، انا اصلا بزعل من الناس اللي بتقول 24 ساعه فاتوا وانا ما اليوم خلص ايه؟ طب ايه الجديد؟ لازم تقعد كده مع نفسك تعمل بالليل نوته صغيره تكتب فيها اللي انت عملته صح، اللي انت عملته غلط، اليوم مشي ازاي، عملت ايه، حققت ايه النهارده في ال 24 ساعه، اللي انت ما حققتوش. ده والله والله هيساعدك على اللي جاي، يعني اللي جاي هيساعدك فيه اكتر بكتير. انك هتيجي تراجع انا عملت 1 2 3 وتحط اولويات لنفسك وطموحاتك، انا هعمل في الاسبوع ده 1 2 3 4 كم مشوار، 5 مشاوير، 3 كل حاجه تكتبها، هتبص تلاقي نفسك تيجي اخر الاسبوع تراجع اللي انت كتبته هتلاقي نفسك انجزت كل حاجه. انما طول ما انت ماشيه سلطه بلدي والحاجات كلها داخله ببعض عمرك ما هتنجح. يعني هتلاقي ان الموضوع يعني بقى معقد، انا رايح فين وجاي منين والساعه كام. انما فعلا الناس اللي بتحسبها بالوقت بنلاقيها ناجحه، يعني في اوروبا وفي بلاد اللي بره، فبنيجي نبص نلاقي ان هم بيحسبوا وقتهم بالسنتي. عندهم 8 ساعات شغل، يعني 8 ساعات شغل، بريك نص ساعه نص ساعه، كل حاجه حاسبينها يعني زي ما بيقولوا ستيب باي ستيب، الاول فالاول، يعني كل حاجه ماشيينها بظبط. فعشان كده تلاقي حياتهم ناجحه، يعني انجح وعافر
وانتوا لسه كلكم اكيد صغيرين، وحتى لو كبرتوا بقى عندك قد ايه انت لسه صغير، طول ما انت بتتنفس يبقى انت لسه عايش، يبقى قدامك الحياة انك تجرب وتحلم وايه وتساعد انت. والله انا اتبسطت جدا النهارده معاكم، وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. اتمنى انكم تكونوا اتبسطتوا معايا ومع ضيفتنا طبعا اللي منورتنا. شكرا استاذه ساره، وان شاء الله انتظروني في حلقات جديده وجايه باذن الله ومفاجآت مع ضيوفنا. وكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، والى اللقاء.